احمد فاروق كان ابني الوحيد. احمد فاروق كان دايما يسالني بعد ما استشهد ايه اخبار ثورتنا، فكنت برد عليه واقول له للاسف ثورتك اتسرقت. اوعى تنسى وخليك فاكر، حق الشهداء خليك فاكر، الداخليه قتلت كابر. القصاص مطلبنا الوحيد، مطلبنا الاصيل. مصطفى ابني استشهد، اطلقوا عليه الرصاص وهو بيشيل مصاب، بيوطي عشان يجيبه ويرفعه، اطلقوا عليه رصاصه استقرت في كتفه، ورغم الدماء بتسيل ورغم حديد جوه جسمه الرصاصه، ومع ذلك اصر ان يكمل ورفع المصاب على كتفه السليم ولسه بيلف عشان يجري بيه المستشفى الميداني. اطلقوا عليه رصاصه اخرى دخلت راسه خرجت من خده. دم الدم رصاص برصاص، دم الدم رصاص برصاص، والقصص هو الخلاص، والقصص هو الخلاص. وكل اللي عايز اقوله لكم ان الثوره فكره، والفكره ما بتقفش عند اشخاص او كيانات، كلنا مع بعض بنعمل الثوره وبنكمل. اللي بيفكر واللي بينفذ واللي بيشارك، مفيش فجر بيقود ومفيش مخلص ومفيش قائد، احنا كلنا قاده، واحنا كلنا اللي هنطهر البلد دي. ومهما يزيفوا الحقائق ومهما يضحكوا على الناس، احنا عارفين والناس عارفه ان احنا هنفضل موجودين لحد ما نجيب القصاص، والقصاص بالنسبه لنا يعني العدل. طالبنا كأهالي الشهداء قبل القصاص تنفيذ اللي ولادنا نزلوا عشانه، تحقيق أهداف الثورة. أنا كوالد شهيد بطالب بتحقيق أهداف الثورة قبل القصاص، القصاص بعد ما تتحقق أهداف الثورة.